الو مساء الخير، كيفك؟ شو اخبارك؟ معك تكسي رمضان؟ جاهزه سكبتنا؟ مرحبا. واضح انا الاء الطرشي، ناشطه مجتمعيه من مدينه حمص. مبادرة تاكسي رمضان بدأت ببوست على الفيسبوك، كتبت فيه مرحبا شو طافين بكرة؟ طب شو رأيكم تزيدوا طبختكم بمقدار شخصين، تحسبوا حساب عائلي معكم تفطروها. اللي حب الفكرة يراسلني على الخاص برقم موبايله بعنوانه، وأنا بكرة رح مر عليه ورح أجمع هاي السكان. كان الهدف من البوست الأول يكون فيه عنا 5 وجبات، 5 صاروا 10 والـ10 صاروا 20. انطلقت بتنفيذ هاي المبادرة من موارد الشخصية، من شبكة علاقاتي ومن سيارتي، وفعلا قدرت نفذ هاي الفكرة وبدأت تنتشر والخير عم يعم. قريت عن مبادرة تاكسي رمضان على الفيس، حبيت شارك بالمبادرة الحلوة. فأنا اليوم عندي فطور مثلا صفيحة، وعندي معجنات، وعندي فاكهة بالبيت، وعندي فكرة مبادرة رمضان لطالع يومياً معي بجولة التاكسي مجموعة من طلاب مدرستنا، لأعمل لهم تدريب عملي عن تقييم الاحتياجات ومساعدة الناس وعمل الخير. أنا متأكدة إنه هاي المبادرة لن تمحم من ذاكرتهم. أهلاً حمزة، يلا يلا يلا. شكراً يا أم حمزة إنك عم تخلينا ناخذ حمزة معنا يساعدنا. أنا كتير سعيدة بالتجربة الحلوة، وأنا حاسة حمزة كتير وهو مسؤول فكرة بالآخرين. برافو. يوسف، يعني عبي وقت بدال الفراغ بالعمل الخير. حلو. سبيعة، كثير ناس بحاجة إلى مساعدات، لازم نفكر فيها. حلو. عبد المعين، عارفة الناس. برافو عليك. أبطال، تاكسي رمضان، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسر. والله ماشي الحال الحمد لله، والله بخير الحمد لله. عزيزتي، معي كبسي ومعي كبي ومعي مشاوش، بتحبي تاكلي؟ تفطروا اليوم؟ خير. الله يسعدك يا رب. اوكي، هدفي من مبادرة تاكسي رمضان وصل رسالة مجتمعية لكل شخص، اقول له انه انت قادر تصنع اثر، قادر تحدث فرق ولو بسيط. نحن كلنا لازم نساهم مع الجمعيات والهيئات الخيرية لحتى نشيل هالبلد واهل البلد. ناس فيها خير كتير ناطرة مبادر واحد فقط يقول لهم يلا.